أكلة مميزة على طريقة الشيف مالي أصدقائي، دجاج مشوي بالنكهة المكسيكية. شوف أصدقائي، هذا خلاصة هذا العمل البارع، العمل المميز حقيقة. خلاصة العمل المميز، الدجاج على الطريقة المكسيكية أصدقائي. هنا صور يا حبيب، هذا الخبز، خبز الطابون. شوف شوف التفاصيل. طبعا هذا الخبز انا بحب اعمله كثير من الاكلات، الصواني، صواني الكفته، صواني الدجاج المشوي مع اللبن. طبعا النكهه اصدقائي، النكهه هنا اغنيه. الخبز مع البندوره والفليفله والدجاج ولا اروع. تحياتي مع هذه الأكلة. تمام؟ شوفوا أصدقائي، شوفوا هذه الروعة، الطريقة المكسيكية.